اشترك الآن بالقناة وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد، ولا تنسى مشاركة المقطع ودعمه بلايك. ناسك رايقين والله الحمد لله حجدو والله يا عامل تمام من الاخبار ليه مار كده بتشرب ياسمين في العصر والله يا مصطفى جايني في حلقي في الزور جايين المؤمن مصاب المؤمن مصاب خالك تشربك شوية ينسون ريت شوية قليلة بس ويا عامل انت كويس والله الحمد لله ابوك رايق والله الحمد لله بخير ابوي الحمد لله صلي على النبي اللهم صل عليه انا جيت لك من يومين تمام ايوه عشان مشوار بنت عبد الله انا بعثت له يا مصطفى تمام بس انا برضه ولدي عايز اقول لك كلمتين برضه تفضل انا رحت لهم البيت تمام وهو قال لي جاي لي النهارده برضه تمام برضه مغلطينك انت في الموضوع بيقولوا بيضرب البيت ومش بياكلها ومش بيشربها تمام يعني دي الاسباب اللي هي خلتهم ياخدوا بنتهم الكلام ديتي من عبد الله ولا من مرتي لا الكلام ده من عبد الله من ابوها طب انا مالي ومال ابوها عايزك تسمع الكلام ده مني ما هي المفروض البنت برضو ما تطلعش سر جوزها صح كلام ولا مش معاي لا صح ايه جوازها مربربه من الاول دي يا مصطفى انت ما كانش تلميت على الراجل ده صح كلامك صح ولا انا غلطان لا كلامك صح الراجل ده مش من قيمتك اصلا ايوه صح كلامك لا كلامك صح انت ما شايفش كرشه ده راجل عايز ياكل وخلاص ايوه صح ولا مش معاي انت اللي عملته معاه انا اللي عملته معاه انا محدش يعمله بيقول قال لا بياكلها ولا بيشربها وكل يوم يضربها انا بضربها فانت خلص منهم الجماعه دي. انا لو مش باكلها واشربها ما وديش لها 700 جنيه حيدوي كل شهر امال ايه يا ابوي بيقول لي ما من اكتر بنت ما جات لها 6 شهور عندنا ما جاب لها حتى قال كيلو فاكهه يا راجل ده راجل كذاب ده راجل رميس ده راجل كذاب ده كل شهر بودي 700 جنيه زائد التفاح زائد كل يا راجل ده الفاكهه اللي انا بوديها يا شيخ دي فاكهه ما حصلتش فاكهه ما دخلتش بيته قبل كده ده حتى حلاوة المولد بيقول قال ما سألش في عيال ولا جابها له ده راجل كذاب ده انا علبة حلاوة المولد ده جاب علبة 300 جنيه موديها يا ناس علبة 300 جنيه موديها يا ناس بيقول ما جابش وانت ولدك يا مصطفى ما باين الذل على ولدك لانك النهارده انت طالما رميت عيلك طالما رميت العيل بتاعك وهان عليك هيهون على غيرك يا عم ايه ذنبي انا انا ايه ذنبي يعني انت متخيل انت لما ترمي عيالك حد هيربيهم وهيكون عليهم احن منك انت لا انت غلطه لا طب انت ولدك كان يلبس الترنجات الاديداس والكوتشيهات وكنت كل ما عدي القاه ماسك واحد الشوكولاته ب 10 جنيه انا ومعدي امبارح يقول لي هات جنيه يا عمي بيشحك في الشارع وحفيان يا عم دوده وديت له لبس ما يقارب عن 600 700 جنيه لبس مشتري له وديته له ترنكات انا قلتها له تو ده لابس له فلنه وقاعد بلبوص فلنه ونفس ما انا وديت له زين ورجليه كلها طين وقاعد كده وكل اللي معدي يقول له اديني جنيه يا عمي ينفع لا ما ينفعش يا عم المهم انا الراجل ده بعت له تمام انت بيني ما بينك يعني بيعه وقطع نجيلته يا عم ضوي صلي على النبي انا مش برضه اخش يا مصطفى في موضوع الحريم ده عشان بيقولوا الضوي فتنه انا عارف في ناس بيقولوا الضوي فتنه لكن انا بحكم بما يرضي الله ورسوله وعمري ما فتنت ولا جبت سيره حد بسوء عارف يا عم ضوي صلي على النبي اللهم صل عليه عليه الصلاه والسلام انت رقم واحد من الشخصيات النظيفة الله يخليك أود الأخو تمام رقم اثنين من الناس اللي هي تتعدى على الصبعين اللي هي عندها ضمير الحمد لله تمام رقم ثلاثة ما فيش مشوار مشيت فيه من كان خلصت بيخلص أنا بس خالك يعني إيه بحب يا بحب أخلص الحاجة من قدر أنا عارف فالجماعة دي أنا مش من قيمتك يا مصطفى تمام اخلص منهم
عشان ترى شياكه وطول بعرض يلمك على دولي. يا عم دول صلي على النبي. اللهم صل عليه. اخلص الزايد انا عليه قايمة ب 200,000 جنيه. انا هخلصها لك القصه دي. ابو ذهب يا ابو 40,000. يا ابوي كله هجيبه لك. توقع الله عشان الراجل ده لو جاء عندي ولقيت مش عايز احتكاكات انا ممكن ياجي انا هروح الزر. ها؟ وهسيب له خبر هنا مع العيال اقول له ابعته لي على الزر. يا عم انا عايز عيالي عندوي. ما هنجيبهم لك عيالك. ما انت بتقول لسه هنخلص منيهم. يعني هخلصك منهم خالص، يعني أنت عايز تطلق عمدوي؟ احنا هنتفق ممكن تاخد عيالك وهي تغور تتجوز لها حد تاني. طب وعيالي هفتح حضانة هنا عمدوي دي عيال صغيرة. طب خلاص سيبهم يتربوا عند عبد الله وغوروا في 60 داهية يا أخي. يا أخي أعمل لك إيه يا أخي؟ ما خلصني أنت، هات لي عيالي، هات لي عيالي، هات لي عيالي. هجيب لك العيال. هجيبهم لك. هاتهم لي. خلاص هجيبهم لك يا أبوي. برضه كده عمدوي عيالي عيالي، عيالي هيطلعوا بكرة عيالي، عيال شوارع. لا مش هيطلعوا عيال شوارع. يعني هم لو تربوا عندك هيخشوا المدرسه الالماني؟ لا بس برضو انا هبقى عليهم، برضو انا ابوهم احن عليهم، هبقى عايزين دي هجيبها لهم. طلعوا في الليل واد هعرفه، دخل متى هعرفه، يعني انا عارف يا عمدو برضو ما هبقى انا رقيب على ولدي. خلاص يا ولد يا مصطفى توكل على الله انت وان شاء الله انا احل لك الموضوع ان شاء الله. البركه فيك يا عم. ماشي ماشي الشم يا ولد. ماشي مع سلامتك. ماشي الشم، انا ضارم في الموضوع ان شاء الله الموضوع خلصه. ماشي بركه فيك يا عم. ان شاء الله تفضل. سلام. خلاص يا مصطفى باذن الله كده يعني هخلص لك القصه خالص. خلصها أنا. عشان انا القصه دي بص تعبت منها خالص. تمام. واحدوي ده انا سيبك الفقري اللي اسمه عبد الله ده. طيب تمام سيبه انا هغزه. مالكش دعوه انت. انت ما تكلمش انا هغزه. طب انت هتغزه في بيتي يا ابوي؟ ايوه هغزه. انت مالك يا ابوي؟ تغزه في بيتي تركب لي جريمه يا ابوي؟ يا عمي مفيش جريمه. مالكش دعوه بالقصه دي. بقول مصطفى غير. لا يا ابوي بقول مصطفى. اطلع من هنا بس يا ولدي مش عايز بلاوي انت. هديه بشله في وشه. ها؟ هديه بشله في وشه. ما فيها عهد مستقبل. عمري كله نطق. اطلع بس من هنا انا هخلص لك القصه في بيتي. عايز تغزه؟ يا ابوي هديه بشله في وشه. لا اطلع من هنا بس. اطلع ثواني يا حاج. عمي سايبني بس. مالي ومال الاشكال الواطيه دي؟ انا واحد. يا عم يا حاج. السلام عليكم يا عم الحاج عبد الله. تفضل. كويس يا عم؟ تمام. ايه الحاله؟ ايه يا ابوي حكام مال؟ يا عم الحاج تقعد هنا ولا جوا؟ وقت من هنا. يا عم كويس. ايه اخبارك؟ طيب الحاله الحمد لله. تمام الحمد لله. ايه انت بعت لي؟ ايوه بعت لك يا ابوي عشان موضوع مصطفى ومرته. مال يا ابوي مصطفى ومرته؟ اه مالهم؟ يا ابوي ما بيني ما بينك انا كان عندي هو. اه وانا اقول له الراجل عبد الله ده اللي انت نسبته ده نسب يشرف. ايوه يقول لي قال انا قال ده نسب نسبه زي الطين ويا ريتني ما نسبتهم وولدي بيشحت في الشوارع وبهدلوا عيالي وده ناس واطين ما ينفعوش معاي. وجابوا دب فيك يا حي. طيب هو ايه اللي جابه لمرته من يوم ما جات النهارده 6 شهور؟ النهارده 6 شهور ايه اللي جابوه لها؟ ما بيقول بتاكل وتشرب وعامل لها عمليتين. اه عامل لها عمليتين وعياله 3 النهار كلهم ينخروا. النهار كله وهم ياكلوا. العيش مش بيخلى من ايديهم واصل. اه هو بيقول قال يا ابوي ببعت لهم 700 جنيه في الشهر. 700 مين يا ابوي؟ اه 700 مين؟ ما انت عمليتي اللي عملتها لها اول ما جات من 3 شهور باعت 200 جنيه. اه وتو لو لما بعتنا له لو لما بعتنا له قالوا معيش غير 100 جنيه. برضه انت غلطان يا حاج عبد الله. ليه يا ابوي؟ لانه اصلا الواد المقشف ده مش من قيمتك. طيب مش من قيمتي. طب اعمل ايه؟ ما قلت لامه يا ابوي مش من قيمتك الواد ده. انت البت طلعتها من السنه ووديتها لدبتها على القصب. طيب ما قلت لامه ما ينفعش. يعني انت اصلا انت راجل اول حاجه راجل محترم راجل عندك عفه نفس مش بتقبل حاجه من حد يا حاج. وراجل كريم وراجل جدع والناس بتحلف باسمه. ايه لمك على ده؟ احنا قلنا نسترها. اه احنا قلنا نسترها. والواد يمكن ياجي منه. ما الستره بالعدل. لاني عمارت البيت من المره. احنا عندنا كمان يا عم عبد الله مشكله في الصعيد. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. يعني عندنا مشكله في الصعيد برضو. في بعض الناس بتغصب على بناتهم. خدي واد عمك خدي واد عمتك يا حاج. انت مش هتعيش معاه. فلازم تدي النهارده البيت حريتها برضو يا حاج. احنا في 2018 داخلين على 2019. الدنيا اتطورت. انا ما غصبتهاش. انا ما غصبتهاش. دي بلدتها. ورغم انه كانت فتحها للبيت. انا عندي جاموستين بيح البيت. بتخض منيهن وسمنه وجبنه ومش وكل شيء. من يوم ما مشت هي دي اتقطعت الحياه دي.
وانت يعني مخليها ظلك عندك عشان الجاموسه؟ ما خلاش عشان الجاموس بعته انا. انا الجاموس بعته. ما هو الواد ده برضه اللي مخدام مصطفى ده جاموسه يعني برضه هي يعني راحت عندك للجاموسه ورجعتها ترجع للجاموسه يا حاج. فالبنت ظلمتوها برضه يا حاج. طب ما هنعمل ايه بس يا ابوي؟ ما اقول نسترها. طب خلاص انت بص، هي خدت ذهبها؟ خدت الذهب؟ انا ما اعرفش ذهبها باين معاها. معاها او خدت عشان هو بيقول ما اعرفش. عشان هو بيقول قال عليك دلوقتي لسه كان معاي بيقول قال انت بعت الذهب وجبت بيه حلاوه المولد قالوا كل شك كبير وقال عليك والله. كلام ما يتقال يا ابوي والله لا بعنا ذهب ولا شفنا مني ذهب واصل. ويا هو حيلته ديت عشان يجيب دعوه. لو صبرت اسبوع. ايه حيلته ده؟ انت لو صبرت اسبوع احنا كنا عايزينها للواد يشحته ولدي. طيب ما قلنا له ديت الستر. ما احنا فيها برضو. اخلص منها. احنا قلنا ديت الستر. اخلص منها وياخدها يشحته بعيال. دي وراها ثلاثه. دي وراها ثلاثه. ارمي له عيال. دي وراها ثلاثه عندي انا يشحته بعيال. ارمي له عيال هنا. يا ابوي ارمي له يتامته يا حاج ونخلص. يا ابوي يتامته ما قاعدين مرزوعين عند النهار كله بقول لك ينخروا وياك. انت بص يا ابوي عشان البت تلقى لها واحد ارمي له يتامته وربيهم ها واخلي من مسؤوليتهم واحنا البت هناخدها لشحن. ياخدها عياله. خلاص. ياخدها عياله. خلاص احنا كده احنا عياله مالنا بيها. انا ذاك هرد عليها اقول له الجماعه رافضين واقفين. لا ياخدها عياله. واقفين على الطلاق يا حاج. لا عياله ياخدها يا ابوي. خلاص. وي. لا خلاص يا حاج. اصلي بما يرضي الله الطلاق كويس في الحلال. لا يا حاج انت راجل عمران وراجل دخلت في مشاكل كثير وفاهم الدنيا. الحمد لله. خلاص طالما انت قلت طلعت من لسانك انا راجل عمران يبقى نخلص بالطلاق. ده لا سائل في عياله ولا سائل في مرته. خساره. وعملت لها عمليه انا مكلف عليه 35,000. 35,000. لما عملت لها رباط صليبي في النادي الاهلي اتصلنا عليه. مش رباط صليبي يا حاج. ده عندها العمود الفقري بايظ. خلاص يا حاج توكل على الله دلوقتي. عندها العمود الفقري بايظ. ما خلاص العمود الفقري هيصلحه شحته. خلاص توكل على الله دلوقتي وهنشوف. بس خليك واقف على الطلاق يا اجي قول له هنطلق. لا خلاص. خلاص لا 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 خلاص مش توكل على الله عشان الواد ده بيلف حوالين البيت وانت عارف الواد ده بلطجي. لا انا يلف ولا ما يلفش مالنا بيه احنا. خلاص يا حاج. لا خلاص توكل. خلاص توكل على الله. خلاص يا عم. السلام عليكم. والله انتوا اتنين اوسخ من بعض. ولو قابلك وغزك والسجن وانت مت ورد في داهيه من الله عمليه ب 35,000. شحته. يا ولدي لا ما خربت لك الموضوع خالص. عارف البيت مهتاب بنت عبد الله اللي كنت تحبها؟ واقفة على الطلاق ودخلت لك في الموضوع انا وان شاء الله هتطلق وهتاخدها. اللي ادوها للواد مصطفى المقشف ده مش كان نفسك فيها انت؟ باذن الله هتتجوزها خلال يعني بعد شهور العده. لا انا طالما انا ابوك عارفني طالما بدخل في موضوع زي كده بيحصل فيه طلاق. ان شاء الله ان شاء الله. انت راجل فتنه يا اخي. ها انت راجل فتنه يا اخي. يا اخي ليه كده بس الاعمال بتعملها دي؟ انا ولعت لك بلد في بعضها. ولعت لك بلد. انا لسه بقول له مصطفى الشيخ عربي. يا ولد مصطفى مين شيخ عربي؟ هغزك انا. لا خلص. يا اخي ده انا جاي لك لم الموضوع. جاي لك لم الموضوع. ما لسه بلمه يا اخي. ده ولعت البلد يا انا بلمه يا اخي. ايه قلت لعبد الله انت؟ ايه قلت لعبد الله يا اخي؟ انا قلت البلد. قلت له مصطفى ايه مقام ولدك؟ انت شركتني يا راجل. انت شركتني مع عبد الله. انا يا راجل مش لاقي اكل وانا متظبط يا اخي. ليه يا اخي؟ مين قال لك قال لي انا رن يا راجل. رن لك على عبد الله. رن لي على عبد الله وقول له رجع البضلك. ما حاضر. قول له. طب اصبر قول له بس لا حيطول يا مصطفى. قول له الغزه. حاضر يا ولد. حاضر رن. حاضر رن. اخره كام هو؟ رن اخره كام؟ اخره 30. رن 30. رن رن سلاح بيت ولا بص. رن خلاص. رن خلاص. رن رن رن. حبكة تسمعني اغاني دلوقتي ما ترد؟ طب ما في اغنيه يا ابوي. رن. الو السلام عليكم. حق عبد الله يا ابوي. رجع العويلات لمصطفى بدل ما شردوا. صوتي صوتي لا انا زوري وجعني. رجعهم لولدي وعشان العيال ما يشردوش. واللي ده بيحبها مصطفى ما مش هتلقى احسن منه في الدنيا. مصطفى ده رجوله. لا مصطفى ده مرجلة الدنيا والناس بتخرب يا ولدي. كلامي اتغير؟
لا ما الناس بتفتن، الناس بتفتن يا ولدي. طب هجي لك انا، هروح اجيبها انا، هروح. لا الفلوس انا هدفع مصطفى زي ولدي برضو، انا هدفع النفقه، هدفع النفقه يا ابوي، هدفع النفقه. خلاص تعال هروح نجيبها. بيقول تعالوا، بيقول تعالوا، بيقول هاتوا هاتوا تعالوا، هنجي هذا والعيال، والعيال برضو انا هجيب لهم عضيد. انا هسبحهم، انا هحمي العيال واجيب لهم. ايوه انا ما تحميهمش، انا هحمي، هجيب لهم كوتشات، انا هجيب لهم يا عمي، هجيب لهم ترنقات وهجيب لهم شباشب. حاضر. والذهب، والذهب، الذهب لو ناقص انا هجيبه. خلاص هجيب. يلا يلا حجي.